السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتكم. اليوم إن شاء الله خوتي راح نتكلموا على موقع يدعم سي سي بي. لماذا يدعم سي سي بي؟ لأنه بالنظر إلى آخر منشور كنت نشرته واللي هو استطلاع الرأي، نسبة المواقع التي تدعم سي سي بي راح تزيد كل يوم ولا 63%. لهذا قررت في هذا الفيديو راح نزيدكم بموقع، موقع سهل، موقع ممتاز خوتي، يدعم سي سي بي. راح نوريكم أيضا كيفاش تقدروا تحطوا رقم السي سي بي نتاعكم، وكيفاش ايضا تحطوا رقم الهاتف اذا راكم حابين تفليكسيو ولا تربحوا فليكسي عبر هذا الموقع. تشوفوا كلش ان شاء الله في هذا الفيديو. ما تنساوش خوتي تدعمونا بجام واشتراك في القناة، ونزيدها ونعاودها شكرا للناس اللي راها تدعم فينا، بكم اللي رانا نكملوا في هذه السلاسل. ما تنساوش ايضا خوتي الاسئلة نتاعكم ولا الاستفسارات خلوهم لي في التعليق، في خانة التعليق، ولا ارسلوني عبر الانستغرام. ما نطولوش عليكم في هذه البداية، ويلا نشوفوا الفيديو لنهار اليوم. مرحبا بكم من جديد خوتي. اليوم راح نتكلم على واحد الموقع اسمه، هو معروف على كل حال، هو اسمه fileupload.com. هذا الموقع خوتي وش يسمح لك؟ يسمح لك انك ترفع ملفات. راح نشوفوا ايضا من يجيبوا هذه الملفات خوتي، ما قاعد ما تقلقوش. نشوفوا ايضا كيفاش راه رايحين نبروموتي ولا نروجوا لهذه الملفات. فقط كملوا الفيديو فقط. اول حاجه خوتي راح نشوفوا البايمو بروف كما راكم تشوفوا الناس اللي راها تخدم على هذا الموقع. كاين هذا المسار وراهم يخدموا بقوه كما راكم تشوفوا. فودافون كاش راهم يخرجوا 1 دولار 2 دولار. حاجه مليحه في هذا الموقع انه تقدر تسحب اموالك بواحد دولار فما فوق. شوفوا خاوتي تقريبا هادو كاع مصريين، فودافون كوش، سكريل، ويب موني، سكريل، باي بال، باير، هاو سيد، فليكسي دي زيت كما راكم تشوفوا. هذا من الجزائر او فليكسا من هذا الموقع. فودافون كاش حسو وفودافون كاش يعني المصريين راهم بقوة في هذا الموقع. ايضا اورانج تابع الفود المصر، يعني الناس العربية والاجنبية ايضا يخدموا في هذا الموقع. كاين طرق كثيرة للسحب راح نشوفوها كلها. اول حاجة خوتي راح نشوفوا كيفاش تسجيل في هذا الموقع. كالعادة تسجيل سهل، مش رايحين نطولوا فيه. عندك الاسم ولا اليوزر نيم اللي هو كما تاع الانستغرام، يعني يكون يونيك خاص بك انت. الايميل ماذا بكم ايميل يكون صحيح وما يكونش وهمي. باسورد طبعا تعاود تكتب الباسورد. هنا تحط البايمو اللي راك حاب تسحب بها. اول حاجة وشوفوا واش كاين خاوتي طرق الدفع. باي بال، بيرفكت موني، سكريل، ويب موني، بيتكوين، لايت كوين، ايثريوم، هذون عملات رقمية. بايسيرا، باير، هذا ادفانس كاش. ايضا بايونير، بايونير مينيمو عندها 50 دولار. فودافون كاش كما كنا نشوفو قبل. اورانج موني ثاني هذه تابعة لمصر. اتصالات فلوس ثاني تابعة لمصر. فليكسي دي زاد كما راكم تشوفوا هذا تابع لينا للجزائريين طبعا. وكاين حاجة مليحة الأخيرة اللي هي الجيري بوست، والحاجة المليحة انه 15 دولار فقط، يعني مش مبلغ كبير باش تقدر تسحب اموالك. يعني تلحق 15 دولار، بعد ما تحط الريب نتاع كل رقم رقم الحساب تاعك في الجيري بوست راح يبعثوا لك الاموال نتاعك. طريقة تسجيل خاوتي راح ندخل موقع الحساب نتاعي. بعد ما تدخلوا خاوتي الحساب نتاعكم واش ديروا؟ تروحوا الماي اكونت كما راكم تشوفوا هنا، ولا حسابي اذا كنتوا دايرين باللغه العربيه، وتروحوا الكونفيغوراسيون ولا كونفيغوريشن. هذه واش دير خاوتي؟ كاين هنا انا تقدر كما نقولوا احنا دير طريقه الدفع تاعك، يعني توثق الطريقه تاعك. واش دير؟ كما تشوفوا هنا اول حاجه اللي كنا نشوفوا فيهم هذول قبل في التسجيل، ها هم كاملين. اذا راك حاب تدي فليكسي مثلا، احنا نحكوا على الفليكسي كما السيد هذاك، واش دير؟ ها هو قال لك هنايا فليكسي فاون نمبر، هنا تحط النيميرو نتاعك برك ودير سيف سيتينغ. ولا راك حاب معناتها تدخل سبار سي سي بي، واش دير خاوتي؟ تروح لهذا الموقع اللي هو الجيري بوست، تكليكي عليها، شوفوا واش خرج لي خاوتي. تبدلت الامور، هنا قال لك الفول نيم يعني اسمك الكامل تحطه هنا، هنا سي سي بي نمبر، هنا تحط سي سي بي على النيميرو تاع السي سي بي نتاعك، لادريس خاصة بك، سيتي ايضا اللي هي المدينة ولا الولاية، الايميل، الايميل تاعك الحقيقي، والفون نمبر رقم هاتفك، ودير سيف. وكما هاك تكون سطبت الحساب نتاعك ولا طريقة الدفع في هذا الموقع. باش نبداو الخدمة على هذا الموقع واش دير؟ تروح كاين هنا ابلود فايل يعني تحميل ملفات.
في هذه الخانه خاوتي هنا نبداو نطلعوا في مواقع الفايلات تاعنا ولا الملفات تاعنا. من نجيبوا هذه الملفات تبعوا معايا زين. اولا تروح دير فري بي ال ار. هنخلي لكم هذا الموقع اسفل هذا الفيديو. هذا الموقع خاوتي يعطيكم ملفات كما نقولوا احنا فري، تقدر دون تقدر تحملها وبمجموعه من الميادين، يعني في مجموعه من الكاتيجوري راح نشوفوهم. وشني هذه الملفات؟ عباره عن فيشيات كما راكم تشوفوا. وشني هذه خاوتي؟ تروح هنا يا يعني سيلكت كاتيجوري. هنا كاين، شوفوا الملفات شرا كاين، كاين فري اي بوك، كاين ايضا فري ارتيكل. الناس اللي راه تحوس تخدم الارتيكل ولا المقالات الخاصه بالموقع نتاعها، سوفتوير ثاني موجوده في هذا الموقع، وايضا فري بي ال ار فيديو. الحاجه المليحه في هذا المقطع الموقع خاوتي راح نختاروا احنا فري بي ال ار اي بوك. هنا شوفوا شو يخرج خاوتي، يخرج لكم مجموعه كبيره 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 من الكتب. شوفوا خاوتي، شوف يعني مجموعه لا تعد ولا تحصى. تقدروا تخيروا الكاتيجوري نتاعكم من هذه الام وهذه الكتابات هذه. نعطيكم اكزامبل، هنا النيشن تاعنا اللي هو الافيليت ماركتينغ، كاين ايضا امازون، يعني كتب خاصه بالامازون، البيزنس، كليك بانك، كوميونيكاسيون كوكينغ ولا كوميونيكيشن كوكينغ، كوبي رايتينغ، داتينغ، يعني مجموعه كبيره، انترنت ماركتينغ، كاين مجموعه كبيره من تقدروا تخيروا الحساب اللي راكم حابينه ولا المجال اللي راكم حابينه. احنا نختاروا مثلا، نختاروا فيتنس مثلا على سبيل المثال، انا اخترنا فيتنس. كما راكم تشوفوا انا خيرنا النيش اللي هو فيتنس. خرجوا لنا مجموعه من البي ال ار اللي خاصه بهذا النيش، نقدروا نحملوهم بكل سهوله. ما عليك فقط تدخل في البرودكت اللي راك حابه ولا الكتاب اللي راك حاب تحمله. من بعد يخرج لك على هذا الشكل، تهبط كامل تحت تلقى هذه التحميل، تحمل الفيديو نتاعك ولا البرودكت نتاعك بي ال ار بكل سهوله. هنا يعطيك بعض الديسكريبشن حول هذا الكتاب، ايضا يعطيك المؤلف تاع هذا الكتاب واللايسنس يعني حقوق الاستخدام. ويعطيك ايضا وزن هذا المبلغ والسايز تاع هذا الفايل اللي هو 2.37 ميجا بايت. الان تحصلنا على البرودكت نتاعنا ولا الاي بوك نتاعنا ولا الفايل نتاعنا وحملناه على هذا الموقع، على هذا الموقع. بعد التحميل خوتي راح يعطيكم، لانه راح مش نطول في هذا الفيديو خاوتي، بعد التحميل يعطيكم لينك. اللينك هذايا وين تروحوا ديروه؟ اول حاجه مثلا احنا اخترنا بي ال ار، عفوا احنا اخترنا نيش الفيتنس كما شفنا قبل، اللي هو هذا الكتاب خاص بالفيتنس يعني بالرياضه. واش نديروا خاوتي باش نسوقوا للينك اللي يعطوه لنا هذا؟ واش نديروا باش تحصلوا على تحميلات، ومن التحميلات تحصلوا على اموال اكيد. نروحوا الموقع فيسبوك. كما راكم تشوفوا الان، بعد ما قمنا بتحميل الفايل في هذا الموقع وتحصلنا على اللينك نتاعنا، الان باش نجيبوا الترافيك لهذا اللينك نتاعنا، واش نديروا؟ نروحوا لحسابنا في فيسبوك، نكتبوا النيش اللي خيرناه في هذا الموقع، في هذا الموقع بي ال ار. وهنا نجي نكتب النيش نتاعنا، مثلا احنا خيرنا ذاك الكتاب هذا اللي يحكي على بي ال ار تاع الفيتنس، اللي يحكي على الفيتنس عفوا. جيت هنا كتبت فيتنس ورحت هنا. شوفوا خاوتي هذه نقطة مهمة، دير الجروب يعني يخرجوك الجروب هنا، وزيد ثاني حاجة تخير السيتي. هنا راهم دايرين الجيريا، احنا نختاروا سيتي تكون خارج الجزائر، يعني نستهدفوا الغرب، مثلا ديروا كندا على سبيل المثال خيرنا كندا، يخرجوا لك جروبات. تقدر تخير ولاية أخرى في أمريكان مثلا دير لوس أنجلوس مثلا، لوس أنجلوس. شوفوا خاوتي الجروبات اللي يخرجوا لك في هذا الموقع، في هذا النيش عفوا، الخاصين بولاية لوس أنجلوس في أمريكا. تقدر تنضم لهذ الجروبات وتدير بوستات ولا منشورات في هذه الجروبات، تحط لهم اللينك نتاع البرودكت نتاعك. حاجه اللي ننصحكم بها خاوتي، انه دائما تختصروا الرابط هذا في موقع بيتلي، لانه باش ما يبانش موقع باللي راكم جايبينه من هذا الموقع. خلاص. وكاين حاجه اخرى خاوتي، ماذا بكم في هذا المنشورات اللي تنشرون في هذا الموقع، ماذا بكم يكون معناتها معها ديزينفو، يعني تكون معلومات حول الكتاب
منين تجيب المعلومات هذه؟ يعطيها لك الكتاب ايضا، يعطيها لك اصلا في الديسكريبشن، تقدر تكوبي قاعد الديسكريبشن حول هذا الكتاب وتحطها في المنشور قبل ما تحط اللينك تاع البرودكت نتاعك. وكما هاك راح تحصلوا على مبيعات، عفوا راح تحصلوا على تحميلات، وكل تحميله تحصلوا على اموال. واذا لحقتوا الحد الادنى اللي كنا نشوفه في قبل خاص بالفليكسي والموبي وايضا الجيري بوست، وعلى حساب تقدروا ايضا تديروا باي بال، تقدروا الوسائل كل واحد والطريقه نتاعو. لان نتحدث على الجيري بوست لانه جاتني اسئله كبيره حول هذا على هذه الطريقه، لانه تقريبا جزائري عندهم كامل هذا الحساب في السي سي بي. اتمنى انه الفيديو نال اعجابكم خوتي، لا تنسونا من صالح دعائكم، ادعونا فقط. اتمنى لكم كل خير، تنسوش خوتي تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانستغرام، وايضا اسئلة نتاعكم خلوني في التعليق، عندي نريبوندي على جميع التعليق ان شاء الله. اتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.